flying high on the clubbing scene. Look around, people getting down to the DJ's sound. I know I'm down. Now in town, it's you and me, wrapped in the music just like a dream. Singing hey, singing ho, jump up, jump high, now let's go. الميدان وتميز باللعب الجماعي خاصة في خطر هجوم كالعادة، فيما تميز فريق بنقر الوزاني داخل منطقة الجزاء وتسديد مرة جانبية فتح 58. والزكاري جدد الزيارة لمرمى الشعبان في دقيقة 60 بعد مخالفة جانبية من تنفيذ الدرهومي، والوزاني يلمس كرة بالراس كرة بالدفاع والمتابعة ممتازة لسليم الزكار اللي يمضي على ثاني أهداف خلال هاللقاء. ثم عملية منسقة من جانب مستقبل الجسرين. حسب الاخطار والثالوث الكرامتي والتوزري والزكار ما يستغلوش في مناسبة أولى خروج غير موفق للحارس الثامري. حسب الضيوف اللي في ظرف 3 دقائق فقط يسجلوا زوز اهداف، كره مرتده ولاعب القوافل ايوب تليلي يكسر خطه التسلل. جناب عزي وخالد الزيري اللي وقفوا امام محاولات الثلاثي هي كاد تثمر هدف بعد نصف ساعه لعب. بعد مستقبل القصرين حاول الرد بسرعه بتسديده من محمد وزاني، لكن القاء امام محارس ممتاز حول الكل. ترقى السيطره على منطقه وسط الميدان بالاضافه للاعتماد على الكره القصيره من الجانبين، ورغم الاداء المتوازن والتفين تاتي بالجديد لجماهير القصرين. محمد الوزاني سدد كره ترتطم بنذير بن عبد الله، وسليم الزكار في المتابعه يمضي على ثاني اهداف المحليين. دقيقة على نهاية من بعدها بثلاث دقائق امداد كروي جميل من وائل النفسي في اتجاه Jump up, jump up.